يستمر العراقيون بالتعبير عن سخطهم من قرار توزيع نصف كيلوغرام من مادة العدس في شهر رمضان المبارك. مواطن سجل مقطعاً مصوراً عبر فيه عن غضبه وتهكمه على القرار الذي قال عنه مؤخراً عادل عبد المهدي: عدس قليل أحسن من ماكو. دعونا نشاهد. فهذا النفط للشعب وملك الشعب، فحرام عليكم، حرام عليكم، والله حرام عليكم. وزع للشعب شنو عدس؟ هاي هسه العدس استلمته انا من الكميه، احنا 7 نفرات استلمنا تقريبا 3 كيلوات ونص، كل واحد نص كيلو. انا بيي قالون هذا العدس ما اكله. يا رئيس الوزراء هاي تعتبر يعني بالنسبه للانسان المتفهم اهانه. هاي شنو اضيفا للكميه؟ كميه سالها سنين زيت وشكر زين لولا. انا اتذكر بزمان صدام حسين مستلمين حتى ماسه مال حلاقه حتى بيض، كل شيء كان يوزعوه، وكان تقشف زمان صدام وحصار. هسه خير من الله هذا النفط، الناس ايش تحكي زين لولا؟ يعني اللي طالب بالحق ها يقضونه ويسجنونه، اللي طالب بحقه ها يحاربونه ويركضون وراه. وين نروح؟ وين نتجه؟ بس رب العالمين بقى، ماكو غير الله هو ياخذ.